جميل جميل واغنيه جميله اختيارك ليها. طبعا بحبك وحشتيني للنجم حسين الجسمي. انت بقى كانت البدايه قصور الثقافه وبعدين انطلقتي لمركز الابداع في الاوبرا، مش كده؟ انا بدات الاول في الطلايع، كنت عازفه في الشباب والرياضه، وبعدين قصور الثقافه، وبعدين بعد كده بقيت مايسترو وعندي باند بتاعي وكده، واشتغلت وعملت حفلات في مركز الحريه والابداع تبع قصور الثقافه وتبع الاوبرا وكده. يعني ما شاء الله، يعني مشوار طويل.